مصابا بفيروس كورونا من الأطفال تم إيوائهم بمستشفى البشير حمزة للأطفال خلال شهر أجواء المنقذي، وفق رئيسة قسم الأطفال خديجة بوستة. ومنذ شهر أوت الجاري وإلى غاية 23 تم تسجيل 40 حالة إصابة. جمعتين الأولانين متاع جويليا كانوا صعب وكانوا مخوفيننا برشا، من بعد العدد بدأ وينقص وإحنا تويكا كما قلت لك في وصلنا 40 حالة إيواء مع تمريض يدخل في جمعة والجويلية، التويكا 40 حالة أبابري في 3 جمعات. وأكدت محادثتنا ضرورة حماية الرضع والولدان من العدوى، خاصة وأن 30% من الأطفال الوافدين على القسم من المصابين بكوفيد 19 هم من الولدان. جويليا أوت رقدوا أببري 220 صغير في المستشفى الأطفال. كي ناخذوا 220 صغير راو أببري 30% منهم سي الولدان، معناتها ما بين 0 و 28 يوم، و 80% منهم أقل من العامين. ها عوارض كيما سخانة بار إكزامبل ويطلع عنده الكوفيد صغير، هذا تعداه في الوسط العائلي. الموجة هذه لاحظنا فيها الرضع أكثر من الصغار، وذلك علاش نأكد على حماية الرضع هذوما من الأولياء متاعهم من العائلة المحيطة القريبة، باش نحميه الصغار هذوما بطبيعة باش نحميهم بالوقاية، نبعدوا عليهم أكثر ما يمكن ونحميه رواحنا بالتلقيح لعبيد الكل، معناتها الشرائح العمرية اللي أعلنت عليهم وزارة الصحة. وأكدت محدثتنا أن الانخفاض الطفيف في عدد الإصابات لا يعني الانتصار على الفيروس، خاصة مع مواصلة نسبة التحاليل الإيجابية على معدلات أكثر من 20%. نسق تصاعد متاع الليكا ماهوش كبير، مش كيما كنت في جويليا طالعة هكا توا وليت ترى هكا كيما نقول، راهو ما يلزمنيش نهبط يديا ونقول ربحت المعركه انا مع الكورونا، با دي تو. مازلنا بعاد، الفيروس مازال يسيركول، وكي تشوفوا لو تو دو بوزيتيفيتي معناتها نسبه التحاليل الايجابيه في تونس مازلنا ما بين 20 و 25%، يعني اليقظه. إذن تبقى اليقظة من خطر العدوى من فيروس كورونا مطلوبة من الجميع مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة مع اقتراب موعد العودة المدرسية، وحث الأطفال على تطبيق البروتوكولات الصحية لتطويق الوباء. فجلنا كبارنا واليوم وقيت باش نلقحوا صغارنا، يكفي انك تدخل على evax.in وتسجل ولدك. حاب نرجع لحياتي العاديه ونقابل العزيز عليا. على هذيك ما تنساوش باش تلقحوا نهار لحد 29 اوت. اليوم حال موجود بين يدينا، ملا ادخل على منظومه evax وسجل باش تلقح. لقح باش تحمي روحك باش نرجعوا لقرايتنا ونرجعوا نضحكوا مع اصحابنا. انا سجلت ولقحت وانت وقتاش؟ تونس تلقح لولادها، تونس تعيش.